تمريرها من بين المدافع، رأسية مذهلة. وتحقق أخيرا الهدف الذي كانت تحتاج المباراة. يحاول أن يلعب كرة بينية، مرت الكرة، نقل، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، والكرة تعانق الشباك. الكرة تضع في أقصى مكان عندما نقول هدف. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، يطلق الكرة، مودست، حارس مسكين غير قادر على فعل شيء أمام هذه التسديدة. جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد، ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم، بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليه.